أصدقائي الأعزاء، مساء الخير، تحياتي ليكم جميعا. عايزة أتكلم معاكم النهاردة عن قضية أثارت الرأي العام في الأيام الأخيرة، مينا عبد السيد. الحقيقة طبعا احنا مش هنبقى قناة حوادث، لكن اهتميت جدا اني اعمل تركيز او تسليط الضوء على هذه القضية علشان نجيب حق مينا. أول حاجة أنا عايزة أوجه خالص العزاء لأهل مينا عبد السيد، وهدخل معاكم مباشرة في التفاصيل. مينا شاب عنده 24 سنة، كان بيعمل في KFC أو كنتاكي اللي موجود في طريق 6 أكتوبر الواحات، وكان رايح ياخد ورقة زي إخلاء يعني طرف من إن هو بينهي وقت العمل بتاعه هناك، مش هيشتغل هناك تاني. واتصل بأهله قال لهم إن هو خلص ورجع على البيت، ولمدة 5 أيام معرفوش يوصلوا له. وبعد كده جالهم اتصال من الداخلية بيقول لهم تعالوا احنا لقيناه، وكانوا متخيلين ان هو هيروحوا يلاقوه موجود ويستلموه، لكن للاسف الشديد توجهوا لمكان ترنش او مصب مجاري مفتوح ولقوه هناك. طبعا الوجه والكفين كان عليهم لون اسود، وده اللي ادى ايحاء للاهل انه في زي حرق. تبين بعد كده او الطب الشرعي قال ان ده نتيجه انه موجود في مياه غير نظيفه او مجرى مائي الام طبعا وقت الحادث. طبعا رد فعل الاهالي قالوا ان ده حاجه حصلت مش من 5 ايام، دي حاجه لسه حصلت في اقل من 24 ساعه. كان رد الفعل غاضب جدا. بوجه حضراتكم لصفحه الواقع المصري على الفيسبوك علشان تشوفوا رد فعل الاهل وكيفيه حال يعني حال مينا وقت العثور عليه. طبعا احنا نشرنا كلامهم كان فيه الكثير من اصابع الاتهام نحو تقاعس او تباطؤ التحقيقات، انهم قعدوا 5 ايام في انتظار رد، وفي الاخر لقوه مرمي في مكان فيه ميه، وتم الاتصال من على تليفونه. فكان التساؤل ازاي التليفون بتاعه شغال مع انه في مكان مائي، وده اللي خلى الام تقول ان دي حاجه حصلت في اقل من 24 ساعه. طب هو كان فين ال5 ايام دول؟ كانوا موجودين فين؟ بعد انتهاء القداس الاب اتكلم وكان اكثر هدوءا، وقال انا ما بوجهش اصابع الاتهام لاحد، لكن لو هو فعلا وقع في المجرى المائي هاتوا لي الفيديوهات اللي بتثبت الكلام ده. الحقيقه يعني انا لو كان ابني وقع في البير غلطه منه انا ما عنديش اي مشكله خالص يوريني الفيديوهات ويوريني الدنيا كده هوت ان انا ابني فعلا وقع. فيديوهات الكاميرات كانت جايبة آخر حاجة إنه هو اتكلم مع ناس وقفوا كلموه بالعربية ومشى، وبعد كده في حتة مقطوعة محدش عارف يتباين اللي حصل بعد كده إيه. أنا شايفة إن لا، في حالات لو الولد وقع هو في أصابع اتهام تجاه المجرم اللي سايب مجرى مائي أو ترنش أو نهاية مصب مجاري مفتوح. طب لو فرضا أطفال بيلعبوا، إزاي واحد شاب بالطول ده هم قالوا اترمى أو وقع؟ في الحالتين حاجة زي كده إزاي تكون مفتوحة؟ والإعلام المصري بيجيب تعابين، جريدة الوطن بتجيب تعابين، ناس بتطلع تعابين، وتجيب واحدة بيخرموا فيها بالشنيور وما بيتكلموش عن الواد اللي خليني أرصد معاكم ردود الأفعال. الناس طبعا غضبت من الإعلام إن هو بيسلط الضوء على مواضيع هايفة وحاجات لا تهم المواطنين، وبيتجاهل أب وأم ملكومين طبعا وقت طويل جدا عبال ما ابتدى ينتبه الإعلام ويتحدث عن الموضوع. دي أول حاجة. تاني حاجة، هناك الكثير من الناس اللي كانت بتشكك في أي رواية ممكن تقولها الداخلية، لغاية ما أنا بقول لحضراتكم هذا الفيديو أو بسجله ما ظهرش بيان رسمي من الداخلية نقدر نعتمد عليه أو نقول إيه اللي حصل. في ناس دخلت الموضوع ناحية فتنة طائفية ومسلمين ومسيحيين، وده طبعا أكيد اللي بيعمل أي جريمة ما بيوقفش الشخص وبيقوله قولي ديانتك الأول إيه قبل ما أخد الخطوة اللي بعد كده، وبناء عليها بيحدد.
فطبعا المنطقة دي مش هتلاقي تعاطف إن أي حد يتكلم فيها. موضوع التباطؤ اللي حصل 5 أيام عبال ما قدرنا نوصل لنتيجة، وطبعا هو صعب إن احنا إنك تفكر إنه إنك تلاقيه في مجرى مائي، لكن احنا في انتظار بيان الداخلية. الحاجة اللي طبعا أنا عايزة ألقي الضوء عليها، معقولة أهالي بالحالة دي يقول لهم روحوا الاسم ده والتانيين يقولوا لهم لا روحوا الاسم ده؟ فطبعا بتوع العمرانية قالوا لهم انتوا روحوا عند ال 6 أكتوبر لأن ده حصل هناك. فالأهالي أو أخوه قال لا أنا عايز أبلغ عن تغيب. فدي حاجة طبعا أنا بلقي اللوم عليها وبعمل فوكس عليها، إن لازم يكون في آلية تانية لتلقي البلاغات وسرعة التحرك فيها. لوم الأهالي على الانتظار 5 أيام طبعا وقت طويل جدا، وده بيخلق مساحة للكثير من التشكيك والروايات. النيابة حضرتك حسيت ان انا بكلم يعني وكيل النيابة ده، حسيت ان هو حد اخويا حد ابني يعني، ما يعني معلش في كلمة ابن طبعا الناس كبراء مقام طبعا، بس انا حسيت بروح العطف ان هم بيعطفوا عليا فعلا يعني، فانا بشكرهم جدا. اللي بتعمله الجرائد الإلكترونية الحقيقة حاجة مريعة، لأن هما اتحولوا من جهات صحفية إلى جهات تحقيق، وده بيخشوا جوه المواضيع أو الحوادث، بيتكلموا مع الجيران، بيتكلموا مع أصحاب المحلات. كل حادثة بنلاقي 4 5 جرائد إلكترونية عمالة تنفخ، وكل واحد بيقول روايته، كل واحد بيقول كلام. ده بيعمل طبعا سلاح ذو حدين، توجيه الرأي العام ناحية التشكيك وإثارة الذعر وخوف المواطنين والإحساس العام بعدم الأمان. ومن ناحية تانية إنه بيضغط على الداخلية للصراع في إظهار نتيجة التحقيقات، وبعد كده بيعود اتهام الناس بإثارة الإشاعات والأكاذيب. حقيقة الأمر إن الجرائد الإلكترونية ليها دور كبير جدا وسيء جدا، ويجب أن يكون هناك آلية مختلفة للتحكم في إزاي يتم نقل الحدث. وحقيقة هم ما عندهمش أي مهنية أو حرفية، وأنا بلوم جدا إن في حاجات كتيرة كويسة في مصر ما بتتغطاش وما بيظهروهاش، وبس بيستخدموا الحوادث والإشاعات للنشر والانتشار وطبعا كسب فلوس. الناس دي بتأثر بشكل سلبي جدا على إثارة الذعر والخوف في قلوب المواطنين والإحساس العام بعدم الأمان، ويجب أن يتم مراقبة إزاي الناس دي بتنشر الحوادث اللي بتحصل داخل المجتمع، وقد إيه تأثيرهم السلبي على كل الناس الموجودين على السوشيال ميديا. لازم نعمل تركيز أو تسليط ضوء على عدم ثقة الناس في الداخلية، ودي حاجة خطيرة جدا، لأن بيترتب عليها خطأ في تداول المعلومات، وبالتالي إثارة الذعر، وبس روح عدم الأمان. البنت بتخرج خايفة تلبس حلق فالصو، لا يفتكروا ذهب ويبهدلوها عشانه يعني. تخيل وصلنا مرحلة ليه يعني. ننتظر مع بعض نتيجة التحقيقات، وأنا حبيت أوثق لأن في إحساس عام بعدم الثقة في نتائج البيانات اللي بتطلع من وزارة الداخلية، في إحساس عام من الناس بعدم الأمان. هناك ناس كتير ابتدت توجه على إن هناك عصابات بتلعب في الأمن الداخلي، وخصوصا إن ناس كتير قوي تقررت حادثة أن يتم التخلص من كذا عن طريق إلقائهم عند مجرى مائي. فالحتة دي عند ترع، عند مصرف، عند النيل، الموضوع ده بقينا بنسمعه في الآونة الأخيرة كتير جدا. الله يرحمه ويصبر أهالي، يصبر قلب أمه وأبوه، وهم كانوا طبعا كلهم بيشكروا فيه وبيقولوا إن هو مش بتاع دنيا، هو كان طيب وهادي وديع جدا ومسالم جدا، ومكانه مش على الأرض.
أنا يعني حزينة جدا ومتعاطفة جدا مع مش بس الحاسة دي، الشباب، شباب البلد هم ثروة قومية، وأي حاجة بتمس أي شاب بالنسبة لي بتبقى مؤلمة جدا، واللي فاتح هذا المجرى أو الترانش ده بالنسبة لي مش حاجة تهديني إنها مش جريمة قتل، بالعكس دي حاجة بالنسبة لي تثير الذعر أكتر والخوف، إن أي طفل يكون معدي ويتعرض هو اللي يكون مكان مينا. لازم نعرف ازاي في خلال 5 ايام وفي المجرى المائي تم العثور على التليفون سليم مبصش. هنشوف النتيجة ايه وهتابع معاكم وهنشرها. ياريت حضرتكم هتلاقوا اللينكات بتاعت الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو، وتابعوا الواقع المصري، سجلوا نفسكم في الصفحة وتابعوا الفيديوهات اللي بتتنشر هناك، لاني مش بقدر انشرها على اليوتيوب. أتمنى لكم كل الخير وربنا يرحم مينا عبد السيد. بنت بتخرج خايفة تلبس حلق فالصو، لا يفتكروا ذهب ويبهدلوها عشانه يعني. تخيل تاخد وتتلم وتتأدب، بلد تنضف، ناس نظيفة بس هي تفضل في الشوارع، نقوم مطمنين على اللي رايح وعلى اللي جاي وعلى الأولاد وعلى الأطفال وعلى الدنيا.